عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الجهود المتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة. وأكد مدبول أن الاجتماع يستهدف متابعة الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بعض المواقع في شرق القاهرة، مشيرا إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.